بشكر الاتحاد فرقة القرم لإحياء هذا اليوم بهذه المناسبة، وإحنا بنفتخر في المعلم بشكل دائم ومستمر. هذا المعلم اللي له أثر على كل الأجيال، اللي هو جزء أصيل من شعبنا الفلسطيني، يتأثر فيه كافة أبناء وقطاعات شعبنا الفلسطيني، الذي يزرع الثقافة والذي يزرع المفاهيم الوطنية والإنسانية وكيف نسلك وكيف نتعلم وكيف نشق طريقنا للعزة والكرامة ولحل مشاكلنا ومواجهة التحديات. هذا المعلم اللي لازم دائما وأبدا نفتخر له مكانة عظيمة لدينا، جيش عظيم يحمي شعبنا الفلسطيني من كل هذه الأفكار ومن كل هذه التشويشات اللي بتأثر على تفكيرنا كشعب فلسطيني. كل عام والمعلم الفلسطيني بألف خير في كل أماكن تواجده، ونسأل الله إن شاء الله العام القادم بيكون احتفالنا بيوم المعلم في القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية إن شاء الله.